أهلا بكم من جديد. أشارت دراسة أمريكية جديدة إلى أن أنواعاً معينة من الضغوط النفسية اليومية وتطورات الحياة المؤلمة يمكن أن تؤدي إلى شيخوخة الجهاز المناعي قبل الأوان بسبب ضعف الخلايا المناعية. وفقاً للدراسة التي أجراها باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا، فإن الضغط العصبي في شكل أحداث مؤلمة وضغوط الوظيفة يسرع شيخوخة الجهاز المناعي، ما قد يزيد من خطر إصابة الشخص بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الناجمة عن عدوى مثل كوفيد-19. وكانت أبحاث سابقة أشارت إلى أن هذه العملية تتسارع بسبب عوامل نمط الحياة مثل النظام الغذائي السيء وقلة التمارين الرياضية، وكلاهما مرتبط بالضغط الاجتماعي. وكشفت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة استراليا على الدماغ عن أن نقصاً حاداً في فيتامين دال قد يؤدي إلى تدهور المخ ثم الإصابة بالخرف، وهو ما دفع الباحثين إلى التحذير من خطورة نقص هذا الفيتامين في جسم الإنسان. وأكدت نتائج الدراسة التي نشرها موقع ساينس ديلي المتخصص بأخبار الصحة والعلوم أهمية الحفاظ على مستويات صحية من فيتامين دال لحماية الدماغ من التدهور المعرفي. كما وجد الباحثون أن المستويات المنخفضة من فيتامين دال مرتبطة بانخفاض حجم المخ وزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. وجدت دراسة أخرى أن التعرض للضوء حتى لو كان خافتاً أثناء النوم يمكن أن يزيد من مخاطر حدوث مشكلات صحية خطيرة لدى البالغين خصوصاً كبار السن، وذلك نظراً لتأثيره على جودة النوم لديهم. الدراسة أجريت في كلية الطب بجامعة نورث ويسترن فينبرغ في شيكاغو على 552 رجلاً وامرأة تتراوح أعمارهم بين 63 و84 عاماً، ارتدوا جهاز تتبع صغير يشبه ساعة اليد يقوم بقياس عدد ساعات النوم ومتوسط حركة الأشخاص في أثناء نومهم وتعرضهم للضوء. وقال الباحثون إن أولئك الذين تعرضوا للضوء في أثناء النوم بما في ذلك الضوء الخافت جداً كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري أو السمنة أو ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية. إذن مشاهدين، عليكم الحرص على جودة النوم من خلال تجنب النوم في الضوء، وعودوا أطفالكم على النوم في الظلام لأن النوم في الضوء يزيد من مخاطر حدوث مشكلات صحية خطيرة في الكبر. كما يجب عدم الاستسلام للضغط النفسي ومواجهة المتاعب اليومية بنمط حياة صحي للحفاظ على الجهاز المناعي في عمر أطول. لا تنسوا زيارة قسم مع الحكيم على موقع الجزيرة مباشر على الإنترنت، كما يمكنكم بالطبع التفاعل معنا عبر منصاتنا على فيسبوك وإنستغرام وتويتر. أشكركم على المتابعة، سلامتكم جميعاً وإلى اللقاء.